احنا اليوم مفروض علينا التكفل بالشباب باش ما يضيعوش، باش ما يستعملوهمش سياسيا وسياسويا. احنا نتمنى باش نخلق مناصب شغل حقيقية في انتظار ما الاقتصاد تاعنا ينطلق علاقة قوية باش يمتص كل الانبطار في الجنوب ولا في غير الجنوب. تنمية اليوم تقتضي باش القطاع الخاص هو اللي يستثمر، هو اللي يحاول يخلق ثروة مرافقة من طرف الدولة، من طرف الخزينة، من طرف مادام ما انطلقتش هذه المبادرات في بعض النواحي قررنا ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على اساس نرفع قيمه المنحه نتاع البطاله. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.